في بداية الشهر رح تكون في عندك شوية أوهام يمكن، أو عم تتعرض لأكاذيب معينة، لنصب معين. أنت عم تنهي هاي العلاقة، عم تنهي هاي الطاقة، ما عم يعني بتكون موجودة في هاي الشهر. أنا عم بقول عم تنهيها، فعم بشوف بالعكس من بعد ما كنت محبوس داخل هاي الأوهام، أو حتى أنت ممكن تكون عيشت حالك في أوهام، لأنه هدول الكرتين مع بعض كمان أوهام. عم تتذكر شيء قديم وطول الوقت عم بتفكر بهذا الشخص القديم، عم تترك 3 فرص قدامك، أو يعني على الأقل عم تترك فرص كتير، وعم بتفكر طول الوقت في هذا الشخص. شايفة سفر حلو كتير لبرج الحوت. ممكن يكون عندك سفر على خير، على موضوع انت حابب انك تعمله بيتم على خير. ممكن يكون سفر عند الحبيب مثلا، او بعيدا عن الحبيب، التنتين محتملين. هون عم بشوف انهاء لعلاقة ثلاثية في نهاية الشهر، ما راح تكون بداية الشهر. عم بشوفهم في اخر ممكن اسبوع، لانه ورقتين يعني علاقة ثلاثية بجنب بعض. الطاقات نسيت احكيها، بس نحكي انه الطاقات عم بتكون هوائية بشدة، عم بتكون مائية، عم بتكون ترابية، عم بشوف عندك محكمة، أوراق قانونية، ممكن مساءلات، ممكن شغلة هيك طارئة، دخلك في متاهات مؤقتة يا برج الحوت، أو دخلك في مكان أنت ما كنت حابب أنك تدخله أو تتطرق له. ممكن شايف في نصب، يعني عم بنتصب عليك، او عم بتخلص هاي الطاقة، اما اذا كانت موجودة من الاساس انت عم بتخلصها، اذا ما كانت موجودة فهي موجودة في بداية هاي الشهر، رح تضلها يعني مستمرة، لكن سرعان انت ما رح تكشف الامور وتظبط الاوضاع وتسترجع حقك، ولكن بعد صبر، يعني بعد خلينا نقول شهر، بعد فترة، لأنه عم بتكون شوي بطيئة المدة، عم بتكون صارم كتير، وخاصة في العمل مع شخص هوائي ممكن يكون. بشوف كمان هذا الكرت كرت ممكن يكون حمل أو ولادة، للي عندهم حمل من الأساس، و حمل للي ما عندهم حمل، فممكن يكون بنت، ممكن يكون بنت حامل في بنت هذا الشهر، أو هاي ممكن تمتد لنص نوفمبر. الطاقة مفتوحة على شهر واحد، ولكن بتمط الطاقة، ممكن تمتد أكثر شوي. شايفة في رجوع لقديم، لشخص قديم، كان في بيناتكم شكوك، كان في بيناتكم نزاعات، أو أشخاص، أو علاقة ثلاثية، بعد ما راح تنتهي راح يكون في سعادة معينة تعيشها مع الشريك، راح تبعدوا نوعا ما عن المحيط كله، راح تحاولوا إنكم تبعدوا بشتى الطرق خلينا نحكي. فشايف قدامك طريق شوي صعبة، ولكن في بالنهاية في نتيجة وفي حصاد. أكثر إشي بحذرك بهذا الشهر من النصب زي الشهر الماضي، لأنه الحوتيين عم ينتصب عليهم من ناحية العاطفة ومن ناحية المال، عم بيكونوا مستهدفين، كله لأنه طيبين شوي، بس أنا ما بشوفهم يعني اللي هو بشوفهم برضو أذكياء يعني بنفس الوقت، ما بينضحك عليهم، بس الظروف بتوقعهم أحيانا
فبقول لك هذا الموضوع النصب او كذا راح يدخلك في شوي مساءلات قانونية او في محاكم او في موضوع من هاي المواضيع، ولكن راح يتم على خير. بشوف السفر فكرتين، يعني السفر فرصة كبيرة للي حابين انهم يسافروا، هذا بشكل عام. شايفة انتصار على شخص في العمل، خاصة اذا كانت طاقته نارية ومائية كمان. خلينا نشوف لمحة عن الوضع العاطفي. عم بشوفك ماسك حالك بالزور يا حوت، في بقلبك حب كبير كبير كبير. ممكن القراءة تكون عكسية لأنه عاطفية وعامة. في بقلبك حب كبير كبير للشريك، الشريك برضه نفس الموضوع، ولكن التنين ماسكين حالكم بالزور، عم تعملوا كنترول على المشاعر بصعوبة، ما عم بيكون سهل الموضوع عليكم. ما بعرف شو اللي صاير لهالدرجة لحتى انت كتير تكون محتار، وكتير عم بشوفكم التنين محتارين، التنين عم تختاروا، وكأنه يمكن في عندك انت كمان علاقة ثلاثية، او هو عنده علاقة ثلاثية، او الاثنين مع بعض، ما بعرف. بس اكتر شي عم تتطلع في هاي الفترة على الذكريات، على الشريك عم كتير عم بتطلع على الذكريات، عم بتفرج على صورك، عم بيستعيد ذكريات كانت موجودة بيناتكم. يمكن ولكن شايفة أنا في انتصار على العلاقة الثلاثية، شايفة في التقاء ما بين القلب والعقل بنفس الوقت. يعني من بعد هون ما كان عندك صراع ما بين عقلك وقلبك، هون لا، في يعني في اتحاد التنين مع بعض، راح تاخد قرار بانه يعني الامور تتظبط بيناتكم، او الشريك اللي عم بيفكر بهاي الطريقة، او انتوا الاثنين مع بعض. راح يكون اذا في نهاية للحيرة، راح يكون في نهاية لطرف ثالث موجود، ولا الحيرة والصراع اللي كان موجود. شايفة انه الشريك رح يقدم لك مثل ادلة، مثل شغلات، امور يعني امور واضحة يوضح لك اياها، يحاول يوضح لك الصورة الامور. هذا الشيء بشوفه بالاسبوع الثالث اكثر شيء، ممكن بالرابع يكون كمان، او حتى من اول الشهر. فعم تتمتع بجاذبية كبيرة، عم بيشتاق لك الحبيب، بيشتاق لشكلك حتى، كيف بتتصرف، عم بتذكرك بكل هدول التفاصيل. عم بشوفكم اذا كنتوا منفصلين نسبة الرجوع كبيرة، لكن بالنسبة للمتزوجين عم بشوف في طرف عم يدخل جديد، عم بيخرب شوي من الصفاء اللي موجود في العلاقة، في شوائب عم بتفوت على الحياة وعم ترجع تطلع، ما في مشكلة، ولكن يعني نكون حذرين من هاي الأمور إنه ما تخرب حياتنا، خاصة إنه أنت رح تكون عصبي شوي هذا الشهر، ما قادر تعمل كتير كنترول على مشاعرك، رح تكون ناري أكتر يا حوت مع إنك مائي. رح تكون فايري، رح تكون شوي متسرع، فبس نحذر من هاي الطاقة. نشوف شو تحذير هذا الشهر لبرج الحوت.
برضو علاقة ثلاثية، ما بعرف يحد لا شيء عم يطلع لك. علاقة ثلاثية عم تجول في الأفق، قلنا في انتهاء للعلاقة الثلاثية، ولكن ممكن تمتد لنوفمبر، لأنه هذا التحذير يعني عم بشوف رقم 11 رقم 12، فممكن تمتد الطاقة شوي لهذا الطرف الثالث. شوف مسج من الحبيب إذا كان بعيد أو قريب، أو كلمة منه، مسج معينة ما قادر يقولها. نفس الكرت اللي طلع لبرج يمكن الجوزاء، بيقول لك انه هو كوعد او وعد، هو انه رح يحقق لك الامان اللي انت بتحلم فيه، رح يحقق لك الجو اللي انت بتحلم فيه في العلاقة، في عرض معين هو رح يقدم لك اياه. بس بيقول لك ويت، كمان ويت مي، انه استناني، في امر هو مخبيه لك، في امر هو بده يوضح لك اياه، وكأنه هذا الحبيب عم يحبك بطريقة فصيحة، ولكن على قد ما في حب على قد ما في تحديات في علاقتكم. عم بشوف، نشوف اوراكل لا الحوت. عفوا يا حوت، بكفي بكفي ستريس، بكفي كذا، اطلع للأماكن اللي كنت تطلع عليها وتنبسط، ابسط حالك، رفه عن حالك شوي، اطلع من المود اللي انت حاطط فيه حالك لك فترة. وانا ما بلومكم، يعني الظروف هي اللي كانت صعبة، يعني مش انتو بدكوا هذا الموضوع، ولكن انتو كنتوا عم تعيشوا هاي المواقف اجباري يعني قدريا. فبس بيقول لك هفا، حاول تخفف عن نفسك بانك تعطي حالك طاقة ايجابية، زي ما قلنا تطلع على اماكن بتحبها، تستمتع في الحياة. بكفي يعني كتير التفكير والطاقة السلبية. فبتمنى لكم شهر سعيد.